إلى البورصة المصرية التي تباينت مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء. وسجل رأس المال السوقي مستوى 668.5 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات إجمالية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10235 نقطة ليغلق عند مستوى 10097 نقطة منخفضا بنسبة 1.35%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1857 نقطة ليغلق عند مستوى 1860 نقطة مرتفعا بنسبة 18%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2765 نقطة ليغلق عند مستوى 2763 نقطة منخفضا بنسبة 5%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.63 جنيها للشراء و 18.74 جنيها للبيع. ننتقل إلى اليورو 19.59 الجنيه الإسترليني 22.95 23.9 الدرهم الإماراتي 5.7 15 أخيرا الريال السعودي 4.96 4.99.